تحت عنوان الزحف إلى السراي، تظاهرة لهيئة التنسيق النقابية من البربير إلى ساحة رياض الصلح. تقرير جوني تانيوس. وفي اليوم التاسع على الأضراب المفتوح لهيئة التنسيق النقابية كان الزحف في اتجاه السراي، زحف نجحت الهيئة بموجبه في حشد عشرات آلاف المتظاهرين بحسب رئيسها حنا غريب إلى ساحة البربير. ومن جميع المناطق حضر موظفو القطاع العام والأساتذة في الرسمي والخاص والمتقاعدون والمتعاقدون، رفعوا الأعلام اللبنانية، تفننوا في كتابة الشعارات الداعية إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولم يوفروا المكانس أداة. وقرابة 11 من قبل ظهر الأربعاء انطلقت المسيرة إلى السراي. في ساحة رياض الصلح كان المئات في الانتظار، هنا أيضا تم تجهيز اللافتات على وقع الأغاني الثورية، وكان لافتا حضور وفدين من أساتذة مدرستي الشانفيل وسيدة الجمهور، إلى جانب إجراءات أمنية مشددة. الساحة ضاقت بالحاضرين، والانتقادات للحكومة ورئيسها ليست بجديدة، والحناجر التي بحت رفضت المهادنة قبل تحقيق المطالب. إنها ليست الذروة في هذا التحرك، لكنها إشارة واضحة، فليفهموها جيدا، إنها البداية في انتفاضة ثورة الجياع في لبنان. إذا لم تحيلوا السلسلة هذا الأسبوع استعدوا إلى إضراب عام شامل في كل لبنان. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ ذكر بأن الأضراب ليس موجها ضد إدارات المدارس. ما بقى لنا إلا فخامة الرئيس اللي منوجه له تحية ومنقول له لسه صار بندك يا فخامة الرئيس، ودعي لجلسة استثنائية طلع هالناس بالشارع ليلة من 9 أيام، اللي ما بقى تطلع بالشارع إلا ما تاخد حقها. معلمو المدارس الخاصة مش قطاع طرق، ما بنقبل حدا ينعت هذا القطاع بأي صفة غير صفة تربوية. توالت الكلمات في ساحة رياض الصلح وصبت كلها في خانة المطلب الأساس ألا وهو السلسلة. يذكر أن جلسات المحاكمات في قصر العدل في بيروت توقفت للمرة الأولى بفعل تضامن القضاة والموظفين مع تحرك هيئة التنسيق النقابية، كما أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تضامنها مع الهيئة من خلال الإضراب في فروع الجامعة يوم الخميس.